يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمنعقد في بكين على مدار يومين، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينعقد المنتدى تحت شعار التعاون على الجودة للحزام والطريق معا من أجل التنمية المشتركة والازدهار. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.